شيخنا بعاصم رحمه الله وحيده الله يحفظه. الشيخ هو يعني شيخنا المتميز وشيخنا الخاص جزاه الله خيرا، ابدا لا يتردد في استجابه في دعوتنا، صلى الله يحفظه ويبارك فيه. وقد استفدنا من شيخنا كثيرا في العقيده وفي المنهج وفي نصائح يعني اخرى دائما. فسبحان الله، انا اذكر شيخنا كان له دروس في مسجد ذي النورين في جنوب المسجد النبوي، معلش المسجد هذا رقم شيخنا. اذكر اول ما بدا شيخنا بشرح رياض الصالحين، كنت انا الفقير الى الله الذي اقرا عليه على شيخنا، فكان الحضور ثلاثه اربعه من الطلاب فقط. سبحان الله، بعد ذلك ازداد العدد وكل يستفيد من علوم شيخنا الطيبه، لكن ايام نفتخر بذاتها. الله ان يحفظ شيخنا الكريم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم للاستفاده من شيخنا ومن بقيه مشايخنا في المدينه، لانكم محظوظون جدا بالوجود في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين العلماء الاجلاء الذين يولدون في هذه المدينه المباركه. ولا نقيم عليكم، وان شاء الله يتفضل شيخنا مشكورا على كلمه توجيهيه لنا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالدكتور أحمد توجه بقدومه إلى هذا البلد الذي نهل من العلم في ربوعه وبين الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي، وكان الشيخ أحمد من الإخوة المتميزين الذين عرفناهم بالاجتهاد في طلب العلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكويت ومارس الدعوة وحضر الماجستير والدكتوراه هناك. نسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا وإياه وجميع أخواننا الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة، إن الله عز وجل قد من على طلاب العلم بطلب العلم الذي يتميز به الحق من الباطل، وقد قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فدلنا على أن العالم لا يتساوى مع الجاهل، وهذا أمر يعرف بالشرع والعقل. ولهذا لو أن رجلا من أجهل الناس أو هو أجهل الناس على الإطلاق، لو قلت له أنت جاهل لغضبت، فإن الجهل مذموم في إجماع العقلاء. فالرجل لا يحب أن يخاطب بوصف الجهل، لكن للأسف كثير من الناس ينتسبون إلى الجهل، ينتسبون انتسابا صحيحا بترك العلم وبالإخلال إلى الراحة وإيثار ملذات الدنيا، فإن العلم لا ينال بالراحة ولا ينال باللعب واللهو، ساعة في الكتاب وساعة في اللعب. العلم يحتاج إلى مواصلة ومتابعة واجتهاد ساعات الليل والنهار. قد تكون البداية صعبة على كثير من الناس، لأن ابتداء طلب العلم هو له صعب، في مشقة لا يتحملها كثير من الناس. لكن ما أن يدخل فيه طالب العلم بصدق لو يجد له لذة،
إلى أن يبلغ العلم لصاحبه مبلغا عظيما فيكون أحب إليه من كل شيء، لذة المعرفة ولذة العلم لذة عظيمة. فإذا كان طالب العلم بلغ هذه المرحلة، بلغ المرحلة في الطلب الجاد، وهو أنه يتلذذ بطلب العلم، فأصبح طلب العلم سمع له وصفة، كأنه صفة ذاتية قائمة به، لا ينفك عن الطلب ولا ينقطع عنه. بهذا ينال العلم. والعلم الأدلة في فضله وفي مكانته وفي منزلته معروفة عند طلاب العلم، وليس هناك داعي للإطالة في هذا، لكن دائما نركز على جوانب فيها عبر ومواعظ للناس، وهو أن من فضل العلم أن العالم يستغني بنفسه عن غيره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من استغنى بنفسه عن غيره فهو أفضل من الذي يستغني بغيره. يعني تلاحظون العباد الذين يعبدون الله يأتون في الحج في مواسم العمر، كل ما عرضت له مشكلة أخذ الجوال، لربما تيسر لهم الآن ما لم يتيسر من قبل، وأخذ يتصل ويسأل، وقد يجد ردا وقد لا يجد. لكن طالب العلم والعالم علمه في صدره، علمه في صدره، فهو مستغني بنفسه عن غيره. والعلماء يذهبون، العلماء لم يخلدوا، فسيذهب العلماء وسيخلفهم من تتمد عليهم من طلاب العلم. فإذا أخذ طالب العلم من شيخه أصبح خليفة له يخلفه في العلم. دائما أستحضر في نفسي شيئا أقول: لا يوجد عدو للإنسان أشد من الجهل، لا يوجد عدو للإنسان أشد من الجهل، لأن الجهل هو عدو داخلي لا تشعر به، يحمل صاحبه على البدعة، يحمله على المعصية، يحمله على الكفر، يحمله على بغض من ينصح له، يحمله على الطعن في العلماء، يحمله على موالاة من أمر الله بالبراءة منه ومقاطعة من أمر الله بموالاته، تنعكس المفاهيم، فيكون هذا عدو أشد على الإنسان من العدو الخارجي. الكفار تحذروا، تعلم أنهم مشاقون للدين، عدوك الذي ناصبك العداء تحذر منه في كل وقت، ولكن عندما يكون العدو داخليا ولا تشعر به وله سيطرة عليك، فإن الجهل يسير صاحبه ويفعل بجهل. من أثار الجهل أو خطيرة أن الرجل قد يعبد الله العبادة الدهر ثم يتبين أنها غير مقبولة. والعبرة بحديث المسيء الذي جاء ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه وصلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كم سنة كان يصلي هذا الصحابي؟ سنوات، ما ندري كم سنة مضى وهو يصلي هكذا. قال له: ارجع وصلي. صلى مرارا إلى أن قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان ينصح للأمة، لكن اليوم قل الناصح، ولهذا قد تصلي صلاة باطلة
وينظر إليك خالد علم ولا يقول لك أنك أخطأت. لما لا تنصح؟ يقول الناس لا يقبلون. رأيت مرارا في المسجد النبوي رجل يصلي منفردا خلف الصف وبمشهد ومرأة جمع من أهل العلم، ما في أحد يقول له أعد الصلاة، صلاة غير صحيحة، صليت منفردا. إذا قلت لأحدهم قال الناس لا يقبلون. اليوم قل الناس، ولهذا ينبغي الإنسان أن يستغني بعلمه عن غيره فلا يقع في هذه الأمور تبطل عبادته، يقع في الشرك، يقع في الجهل، يقع في البدع وهو لا يدري. مصيبة عندما يكون هذا الأمر وهو ما يسمى عند أهل العلم بالجهل المركب، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. العلم تصح به العبادة، يصح به الاعتقاد، ترفع به الدرجات، ينال خيري الدنيا والآخرة، يبلغ بالعبادة اليسيرة القليلة مراتب عالية في الجنة بفقهه في دينه، ويجتهد في عبادات طويلة مضنية ومتعبة قد يخرج منها بغير حسنة. كما تلاحظون بعض من يبدأ بالأوراد بعد صلاة الفجر إلى الضحى، في منتصف الضحى، وهو يهز راسه ويكبر أورادا وأذكارا ما دلت عليه السنة، أجهد نفسه في غير طاعة. لهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن البدعة ولو أكثر من العمل فيها فإن هذا العمل مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأحث نفسي وإخواني على العناية بطلب العلم والاجتهاد في تحصيل العلم ومراجعة العلم، ولا ينبغي الإنسان أن يقول يوما أنا قد بلغت العلم وحصلت الفقه، بل نحتاج كل يوم نكتشف أن في جهل وفي نقص باطلاعنا على الجديد من العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلماء ألفوا في هذا العلم وأوعبوا إيعابا عظيما، يعني العلماء أوعبوا، كتبوا، دونوا، كتبوا المجلدات. فمن الذي يستطيع أن يستحضر هذه العلوم النافعة التي دونها العلماء وكتبوا فيها؟ هذه تحتاج إلى مثابرة وإلى اجتهاد وإلى توفيق من الله عز وجل. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يستصحب مع طلبه العلم، أن يستصحب الاستعانة ودعاء الله عز وجل أن يوفقه، كما أرشد الله عز وجل لذلك في قوله: وقل رب زدني علما. والعلم لا ينال ولا يحصل إلا بتوفيق الله، كما جاء في الحديث صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مفهوم المخالفة أن من لم يفقهه الله لم يرد به خير، لم يرد به خير. فيكفي لخطورة الجهل أن الإنسان الذي لم يتعلم لم يرد الله به خير، ومن تعلم وتفقه قد أراد الله به خيرا. يكفي أن يعبد الله على بصيرة، على علم، على بصيرة، يعرف متى يسيء فيستغفر ومتى يصيب فيحمد الله. لهذا كان بعض السلف يقول: لا يزال الإنسان بخير ما عرف أنه مصيب أو مخطئ. إذا عرف أنه مصيب أو مخطئ يعني على خير، لكن البلاء عندما يزين له سوء عمله، وعندما يستحسن البدع
ويستقبح السنن ويصادق ويوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله، أمور خطيرة. والحذر من الذنوب التي تحول بين طالب العلم وبين الفهم، فإن من أسباب الزيغ الانحراف عن دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. آية مخيفة، من لم ينزجر بهذه الآية لا ينزجر إليها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا فيما يملكون أزاغ الله منهم ما لا يملكون. إذا زاغت الأبصار، زاغت الجوارح، زاغت الأيدي، زاغ الفرج، زاغت القدم، زاغت البطن، زاغت الأعضاء، زاغ القلب. وإذا زاغ القلب استحكمت الفتنة، فأصبح صاحب القلب الزائغ لا يبصر معروفا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والعياذ بالله. فنحن في هذه العصور عظمت الفتن وكثرت وسائل النشر، وأصبحت هناك قنوات مفتوحة على المسلمين بمرأة ومسمع كل كبير وصغير، قنوات كافرة صريحة وقنوات بدعية، والكل ينشر والناس يسمعون، وفي غفلة عن دينهم وعن هذه القنوات وما فيها من الكيد والمكر والفتن العظيمة. فلا يشعر الإنسان بخطورة هذا الأمر، فلربما والعياذ بالله انتكس بعد أن كان مهتديا، ولربما ارتد عن أصل دينه، كما تسمعون تقرؤون الأخبار كثير من أبناء المسلمين اليوم يرتد عن دينه، وأصبح بعض أبناء المسلمين في بلاد المسلمين حتى في هذه البلاد من يلتحق باليهودية والنصرانية والشيوعية واللادينية وغيرها من الانحرافات بسبب إهمالهم لأنفسهم وعدم العناية لتزكية النفس. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه العبد أن يعلم يزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان منها تأتي. عهد الإنسان إيمانه، وهل أحسن أم أساء، وهل أطاع الله أم عصى، ويعلم أن هذا اليوم الذي مر لن يمر عليك في حياتك. هذا اليوم الذي أتممناه بأداء هذه الصلوات الخمس من الفجر إلى العشاء لن يمر علينا إلى أن نلقى الله. غدا هو غير هذا اليوم، طويل صحائف هذا اليوم. من أحسن سيجد هذا الخير أمامه، ومن أساء فسيجد هذا أمامه. كم من غافل غير مغفور عنه، الناس في غفلة وغير مغفور عنه، الملائكة تكتب لا تغفل، والله لا يغفل. والأمر الخطير الذي لا يستشعره كثير من الناس أن الناس لا يعاقبون اليوم على ذنوبهم، فبعض الناس تغره المهلة، يغره حلم الله، يظن أن الأمور بسيطة والأمور سهلة، 40 سنة 50 سنة وهو يعصي الله يقول الحمد لله ما ناقصه شيء، المال في زيادة والصحة من أفضل ما يكون. فهذا دليل أن على خير وأن الله ما يريد أن يعاقبنا، هذا جهل. فلا يغر الإنسان حلم الله عنه، ولكن المقياس ليس هو هذا، المقياس أن تجزل نفسك بالكتاب والسنة، فهل أنت مطيع أو عاصي؟ وأما إمهال الله عز وجل، الكفار الأصليون اليوم يمهلهم الله وأعطاهم الدنيا ويتمتعون بها ويعيشون في ترف ويعيشون في لعب ولهو وصحة أبدان ونماء للأرزاق،
وهم كفار مصريون. فلا يغتر العاقل بحلم الله. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، كما قال علي رضي الله عنه. العاقل يسعى لنجاة نفسه، ولا تغره هذه الحياة. قال بعض أهل العلم: هذه الدنيا من سكر منها لم يفق إلا في غمرات الموت. إذا جاء ملك الموت في قبض الروح بدأ يتذكر الإنسان: ليتني فعلت، ليتني فعلت، وليت العمر طال فأفعل. هذه الأمان لا تنفع، والعمر مكتوب، ولا يمكن الإنسان أن يتجاوز عمره بدقيقة واحدة، سيأتي الأجل. ولكن العاقل يستعد للموت في كل لحظة، وإذا كان مستعدا للموت في كل لحظة لا يبالي مات اليوم أو غدا، لأنه مستعد. هذا حال السلف. أما حالنا اليوم فيشكى إلى الله. قيل أن أحد السلف لو قيل له غدا تموت ما استطاع أن يزيد في عمله، ما بقي وقت أن يزيد، كل العمل صار في طاعته. بينما اليوم لو قيل لأحدنا أنت بعد 10 سنوات ستموت، ما هو اليوم بعد 10 سنوات والله اجتهد اجتهادا عظيما. مع هذا نحن لا ندري ما الذي يبقى من أعمالنا. فالإنسان يستعد ويجتهد، والموت غير مخيف للمؤمن لأنه يلقى الله ويجيبه على طاعته، وإنما يخاف منه المعرض عن الله عز وجل. وما على الناس إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه 4 حقائق لا ينبغي للإنسان أن يعقل عنها. كل نفس ذائقة الموت، هذه حقيقة، كل إنسان سيموت، وإنما توفون أجورا يوم القيامة. فالحساب حقيقة ثانية. ثم من زحزح عن الجنة، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذه الحقيقة الثالثة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الحقيقة الرابعة. 4 حقائق جمع الله في آية لا ينبغي للعاقل أن يغفل عنها وأن يسوف في الاستعداد لهذه الأمور. ثم بعد ذلك إذا أمر الإنسان من نفسه أنه في صلاح وفي استقامة، فعليه أن ترتفع همته أن يدعو غيره إلى الخير، فإن المسلم تزداد حسناته بدعوته إلى الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فإذا دعوت الناس إلى الخير وعملوا به لك مثل أجوره. تدعو إلى طاعة وإلى عبادة يعمل بها الناس سنين ويجري عليك أجرك وأنت في قبرك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3، من صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به. قال بعض العلماء: الولد لا ندري يصلح أو يكون طالحا، وأما العلم أنت تعلم أنه إذا كان علم نابل سيقالك، لأن الأبناء لا نملك هدايتهم، هداية بيد الله. لكن العلم قدم لنفسك صدقة جارية تجري عليك ويجري عليك أجرها وأنت في قبرك. والعبرة لمن يعتبر ولمن يعقل أن في هذه العصور بعد أكثر من 1400 سنة على تفاوت في موت العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم،
وبعض العلماء يذكر في المجالس. من مضى على موته 1000 سنة وهو يذكر في حلق العلم وكل ما المساله ترحم على البخاري على مسلم على ابي داود على النسائي على الترمذي على مالك على الشافعي احمد على ابي حنيفه غيره وقبل هذا الصحابه. فهؤلاء لما يترحم عليهم الناس فيما تركوا من الاثر؟ بعض الناس لو اراد اهل السير ان يسطروا سيرته ما وجدوا الا ان يقولوا عاش فمات. كل المؤرخ لماذا لا تذكر سيرته؟ والله لا اجد شيئا. عاش فمات. ولو اراد ان يترجم لاخر لاسترق مجلدات حتى يستوفي سيره هذا الرجل. يعني كم مجلد يحتاج ان يستوفي سيره ابن تيميه؟ اليوم أحد رجلين، إما كالرجل الأول عاش فمات أو رجل يترك أثراً بعده، وهذا الأثر لا يمكن أن يكون إلا بالعلم. العلم يسطر ويدور في الكتب أو العلم يحمله التلاميذ عن شيخه. كل هذه عبر ومواعظ تجعل طالب العلم يجتهد في طلب العلم ويرفع عن نفسه الجهل ويبتغي بعلمه وجه الله، ثم يدعو الى الله، يدعو الى الدين والى التوحيد والى العقيده الصحيحه والى العباده، ولا يدخل في مضايق الامور والفتن، اشتغال بتربيع فلان تربيع فلان، وهل فلان كافر وهل هو معذور او غير معذور؟ من الذي شغل طلاب العلم بهذه الامور؟ اشتغلوا بالعباده، اشتغلوا بالسلام وبدعوه الناس اليها، بالصوم، بالزكاه، بالصدقه، ببر الوالدين، هذا الذي ينفع. وهذه الامور لها اهلها العلماء والقضاه هم الذين يحكمون في هذه الامور. فينبغي نشر العلم والدعوه الى الله عز وجل وتبليغ الناس هذا الدين حتى نسلك مسالك العلماء ونكون على طريقه ونترك اثرا طيبا ننتفع به في قبولك. فان العالم يموت بدنه ولا يموت علمه، علمه يبقى ويجري عليه. وليس هناك ابرك من العلم، ما ارتفعت كلمه رجل في الدين إلا أقبل على العلم. هذه الهمة. بعض الناس يقصر وتقصر همته تجده مقبل على العبادة منقطع عن العلم. ولا شك أن العابد إذا عبد الله على بصيرة على خير، لكن يخشى على العابد الذي أعرض عن العلم أن تدخل عليه البدع وهو لا يشعر. وقد يستوي الشيطان في بعض المواطن ينصرف به عن العبادة ويخرجه من الدين كله، كما جاء في القصة المشهورة التي يذكرها عبد القادر الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، أنه جاء الشيطان وعرض له في المنام، قال: أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. قال: فقلت له: اخسأ، إنما أنت الشيطان. قال: نجوت مني بفقهك في دينك، ولقد أضللت بهذه الحادثة 70 عابدا. كم 70 عابدا أضله الشيطان بمنام؟ والفقيه ما استطاع. قال: نجوت مني بفقهك في دينك. فقيل للشيخ عبد القادر: كيف عرفت أنه شيطان؟ قال: عرفت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسى. ما يمكن هذه الشريعة يأتي ملك في المنام أو نار الله ينسخ الشريعة في حق فلان، الشريعة قائمة في الناس، ما تنسخ. ولهذا هذه الرؤى والمنامات كم ضل بسببها من ضل؟ كم إنسان خرج يظن أنه المهدي؟ وآخرهم هؤلاء أصحاب الفتنة الذين استباحوا المسجد الحرام وأغلقوه حتى الصلاة، يظنون أن المهدي فيه.
وكم من إنسان الآن يظن أنه إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر وهو مفتون. هذه ليست بالدعاوى، ليست بالأماني، الإنسان يقيس نفسه ويدل نفسه بكتاب السنة، لا يقول أنه رأيت أني في النجوم وأني أدير أهل السنة وأني أنشر العلم، هذه كلها قد يستهويك الشيطان في منامه في رؤيه وتظن أنك إمام أهل السنة وأنت صاحب فتنة. المقياس الحقيقي أن تزل نفسك بكتاب السنة، هل أنت داعية للسنة والعبادة والتوحيد وإلى طاعة الله؟ أم هناك دعوة إلى الفتن وإلى القتال والخروج على ولاة الأمر والبدع في المسلمين وكثرة الطعن في المنتسبين للسنة بدعوى أن هذا مضيع وهذا مضيع حتى تذهب الأعمار وهم في هذه الفتن؟ كذلك ينبه على مسألة الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل. الرفق أصل عظيم من أصول الدعوة إلى الله عز وجل. والله عز وجل إذا خاطب موسى وهارون يقول اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فالله عز وجل يأمر موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون ليأتيه وأن يخاطبا بخطاب لين قولا لينا، ويقول قبل ذلك إنه طغى إنه طغى. فهذا خطاب الله لنا رسولين ورسله يأمرهما أن يذهب إلى طاغية. هناك شيء آخر قد يقول بعض طلاب العلم، وهذا سمعته كثيرا، يقول له لما لا ترفق في دعوتك؟ قال فلان لا يقبل. نقول لهؤلاء رب العالمين لما أمر موسى وهارون بأن يخاطب فرعون بخطاب لين، هل كان يعلم أن فرعون يموت على الكفر أو لا؟ يعلم أنه سيموت على الكفر، ومع هذا أمر بخطاب لين لمن يعلم أنه يموت على الكفر. نحن الآن ليس لدينا يقين في اليهود والنصارى أن يموتوا على الكفر، قد يسلم اليهودي والنصراني والشيوعي، وقد يهتدي الرافضي والجهلي والمعتزلي، فلا تقل لا يهتدي، الهدايه بيد الله. ثم لو قدرنا جدلا انه لا يهتدي وانه سيموت على الكفر او على البدعه، ليس هذا مبررا ان تشدد عليه، لان من مقاصد الدعوه واقامه الحجه رفق الخطاب. فقل القول الجيد انت مأجور، اهتدى ام لم يهتدي، وإذا أغلظت عليه فأنت مؤاخذ وإن اهتدى. فينبغي مخاطبة الناس. مسألة تلتبس على كثير من طلاب العلم، لا يفرقون بين الرفق في الخطاب